ما فيش حاجه، هيقعد شويه هيمشي ان شاء الله ويجي واحد غيره. بلاش التأليه ده، بلاش الحاجات ديت يا جماعه، ما تعودوش الراجل على كده. تعالوا شوفوا، تعالوا نشوفوا واحد. شو اعرض لنا 3 فيديوهات كلهم مره واحده، او واحد 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 واحد. نعرض الاولاني، ناس في اسيوط شافوا الموقف ازاي. انت عاجبك كده؟ عاجبك طبعا، لانك انت من النظام القديم. التهريج ده، ايه التهريج ده؟ ومنظفين له شرحين، وباقي البلد كلها وسخه برضه نفس النظام. ايه ده؟ هم جات ليه في يوم غير يوم الجمعه؟ والله لو والله لو جه 60 يوم. هو احنا الشعب بنقلم، احنا بنقلم، هم بيقلموا قبلينا، قبل الشعب بيقلم. ولا في نظام ولا في طين، هو نظام ليهم، هم اوامر عليهم. انما احنا يا ريت نكون بني ادمين ونحترم بعض ونحترم الدنيا. ما قبل كده ما حدش كان هيقدر يفتح بوجه. لا لا انا على الهوا يهزروا معايا اصحابي. زي ما شفتوا الناس بتقول ايه، زي ما شفتوا احساس الناس ايه. واتمنى ان يكون الرئيس مرسي يمكن تعب من سفيره اسيوط، يكون ما بيتفرجش على التلفزيون، يكون نايم ولا حاجه بيرتاح، انما حد من رجالته ومستشارينه ينقلوا له الكلام ده اللي احنا بنقوله، وينقلوا له الكلام اللي الناس بتقوله، اللي الناس بتقوله، عشان يلحق نفسه. لانه كده كده ليه؟ انا مش فاهم الحقيقه. انا هوريكم موقف الرئيس كمان، يعني ازاي الرئيس مرسي، ها؟ ازاي الرئيس مرسي قبل ان يمشي في موكب مثل هذا الموكب، خاصة انه سافر اسيوط طبعا بالطيارة. فالموكب ده كله سافر له اسيوط عشان يمشي بيه ربع ساعة او نص ساعة ويرجع الموكب ده كله اللي انتوا هتشوفوه دوت. بدأوا بالعربية البيضاء، بص بقى كام عربية، عد بقى. فتفتكر ده الرئيس؟ مش الرئيس ده، الرئيس هو اللي جاي بعد كده. بص الموكب اهو، الرئيس ده اهو، بص الموكب لسه، خلي بالك لسه، كل ده الموكب، كل العربيات اللي ماشيه دي تبع الموكب، كل اللي ماشي لغايه اللحظه دي تبع الموكب. وطبعا ترددت اظن جريده الصباح نشرات بتاعت الاستاذ وائل الابراشي، صاحبها رئيس تحريرها الاستاذ الزميل العزيز وائل الابراشي، اظن ناشرين خبر بان 7000 عسكري غير الضباط. انت خايف من ايه؟ خليها على الله. عدلت فحكمت فعدلت فنمت امنا يا عمر. مش بقول لك انك تمشي من غير امن، لا طبعا، بس يعني ما بقاش معاك جيش وانت بتتحرك. يعني لو قلت لك انا احصائيه على جيوش بعض الدول المهمة، بعض الدول المهمة، يعني مش دول أي كلام، يعني مش عايز أذكرها عشان الدول دي ما تزعلش مني، إنما بعض الدول العربية جيوشها 7000 8000 9000 5000 4000 جيش، كله جيش الدولة كله. هل ينفع جيش الدولة كله يطلع في حماية رئيس الجمهورية ونستفز الناس، والناس تعبانة وبائسة وغلبانة غلبانه؟ فانت فتحت صدرك كده وقلت للناس انا اهو مش هلبس درع ولا هلبس حاجه واقيه ولا هلبس حاجه بتاع. وبعدين لقينا موكب زي بتاع مبارك ويمكن اكبر. ليه؟ احنا طبعا موافقين حمايه لصحه الرئيس، ان يمشي الرئيس في عربيه وقدامه عربيتين امن ومعاه عربيه اسعاف عشان صحته لا قدر الله اصيب باي حاجه يبقى عنده عربيه اسعاف. احنا موافقين على ده كله لان احنا نخاف عليه احنا كمان، بس وخلاص. ويمشي كده في وسط الناس، مش عشان خاطر الرئيس يخرج الشوارع توقف تاني ونرجع لنفس النظام تاني. معقوله؟ هو ده حكم الاخوان المسلمين؟ هو ده حكم ربنا